الاسد وحافظ الاسد سبب كل البلوي يا عمي مش حميد جو روسيا هلا انطيز نعات نعرف اخذ هذا نعرف هذا نحن نعرف يا عمي تقوي ابو التفاصيل الشمس ما تتغطى بالاخوة الاصبع يا عمي طوي بابا الشمس ما تتغطى باصبع يا شيخ بدنا بدك تفوى الخاطر اهل البلد بيت له الله تفوى ابو الله احنا رايحين طيب في نمشان الناس يا حبيبي يا عمي ايدي بسيطه ايدي بان خلاص انتو ما بدكم تخلوا هذا يجي لا تخلوا هذا ايوه خلينا نفونا ولا الله ما بيضرب في حجام الله ما بيضرب في حجام ما نفهمك لا تحرجوا لا تحرجونا مرحبا 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 السيارة ما تفرق غير على جيش يا ابني مطابقات يا ابني يا حبيبي روحتي انا على مصلحة وزل الله كلمة مرة وملايين مرات شو سوت لنا والله جد بس جدين ما في طلعة الله يوفقك صحيح انت مين بتحكي عارف مع مين انا بعرف عمين وانا عمك بمره هو انا تعرس والعلك عمان مش يوم اشهد في راسنا هذا يا يوم ما في شيء شخص يعني بينك يا راجل انا ما في شخص سبي ربي ابون غير انا خلص ما هاي اليوم انا استغني عنه يا الله تقلع اللي بصير اللي بدنا بصير ما في شباب خلينا نقطعهم اي تطلعوش هون يا ابني خلص ما انتم قاطعين غاد لا بنقطعهم خلاص إذا وات يا ابني تقطعوه شو تقطعوه يا مالك ليش فينا ما نقطعوه شو يعني أنا تقاطعني أنا والعالم جاعت أنتوا اليوم كمسؤولين شو قلتوا لزلك أنا عقيب أتي ما نقطعه ولا أول شو اللي بدنا نعمل وايد كثير شو زي ما في يا رجال يا رجال شو في مو أنا برمي شوفوا نعمل شغلة يا ابني روحتي وين أنا مصلحة الناس ابن الناس طي الناس وخي الناس وين هذا اللي بدي إياه نحن نضرب المي نضرب المي إذا بقص اليوم على دوامك والناس نضرب إذا اليوم إذا اليوم وحنا على ربط وأني أضربت وما خلنا بس ورني على شو بتصدرك شو في إنساني غير موجود شو في إمكانية؟ عمي إذا وصلت على دوامك أنت حضرتك بتوصلنا المي على البلد اليوم اليوم أنا بشرب مي ببيتي وباكل بينزل إذا أنا غير سبب البلد بيوصل الدور كلنا للسبعة إذا أنا توصلت على دوامك كل شيء بيصير قلت له الله بطولة البال نحن هذا ما بيخدم حدا وحياة والله لا بيخدم والله بيخدم بس احنا شايفين نحن وقرجعنا ببيوتنا يا عمي نحن ما عشنا يا عم في الأول بالحال واحد يا حبيبي حضرتك جاي يا عمي لا مش جاي يا حضرتك لو انك جاي ما تحكي الحكي ما بتطلع بيتك على انا دوار شو كنت ما بتترك لسه بشتغل المصلحه العامه عم بقول الله الله يرضي عليك يومي لا طيب اذا دولي هذه الدولي الفاسي عمي هذه الدولي الفاسي عمي بدنا نحط المساله ما معلقه بس شخصيا بمرهف ونحن بنعرف انه بيت واحد والي واخوي بس رجاء لطف منك لطف منك اعتبرها خدمه لنا انت خدمين لا بدوح مغادي وصلاحتي عمي كمان يبت الله هونيك انت بالنسبة له يعني درناك نحن راضين مش شغلتك خيب ومرهب انت تخدمنا هوني بيضرناك اكثر من تخدمنا والله ايوان عندي طارتش الوضع هيك بيش شو بنساوي اكثر من هيك مش طالع بيدنا عمي والله انت احترقت يا عبو مرهب والله الله باكونا والله كل حق كبيرنا انا عم نحكي اكثر هو رجل انا والله انا عادي اكثر عمي والله جوعنا والله بس شو بيسوي هذا الحق يعني والله العظيم ليك يا عم بمرق والله العظيم شو بيسوي شو بيسوي ما بيسوي يا عمي انا بجيب الله يرحم عبد الله
سوقي على المدينة يا عمي. هايد للحايد عايشين احلى عيش ولا تخلي ربنا يحط علينا خوف يا ميرك. طبعا سبب كل بشار الاسد وحافظ الاسد سبب كل البلوي يا عمي. مش حمية جو روسيا هلا انطيز نعات احنا نعرف يا عمي تجمع بالتفاصيل. الشمس ما بتتغطى بالاصبع يا عمي. طول الشمس ما بتتغطى بالاصبع يا شيخ. ثلاث قطعات بالبعض. ايوه يا سوريا 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 يا سوري